برحب فيكم بقناة بيتي ومطبخي مع راما. اليوم حبيت أسوي لكم سويت كتير طيب، فيك بأي وقت تسوي إذا كان عندك شي جمعة أو حفلة أو شي مناسبة. رح أسوي لكم اليوم ميني تارت الكنافة. خلينا نشوف هالمكونات مع بعض.
وهيك خلصت معنا السويت ميني تارت الكنافة. بتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسوا عمل الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم مني كل شي جديد. وبالهنا والشفا.